ازاي لما اتعرض انا كبنت او سيده لابتزاز الكتروني اتصرف؟ الجا لمين؟ اعمل ايه؟ ده هيكون سؤالنا لدكتوره وسام. بجدد الترحيب بحضرتك مره اخرى. قولي لي، احنا عرفنا انه خطر وليه نتائج وخيمه على الشخص اللي بيتعرض للابتزاز وعلى اللي بيعمل كده كمان. انا اتصرف ازاي في الحاله دي كسيده؟ خلينا نفرق برضو بين هل الابتزاز حصل ولا ما حصلش. يعني عايزين لسه نقول فاحنا عايزين نقول اول حاجه خالص ان انا احمي نفسي من الابتزاز بالوقايه. حتى دايما كانوا يعلمونا الوقايه خير من العلاج. فاحنا عايزين نعمل كده. اذا اعمل كده ازاي؟ ان انا امن حساباتي كويس، دخولي على مواقع التواصل الاجتماعي يكون هادف، ويكون ان انا بدخل مثلا اللي هو انا عارفه انا هدخل على موقع ايه وهدخل اعمل ايه، ما ادخلش على اي مواقع غير موثوقه، وخصوصا برضو كذلك مواقع الشراء الاونلاين. تلات ارباع الناس دلوقتي بتشتري اونلاين. فانا اشتري اونلاين من موقع موثوق علشان بياناتي ما تخترقش. كذلك ان انا برضو احمي اسراري وحياتي الشخصيه، ما انشرش حياتي الشخصيه وصوري وكل بياناتي على موقع التواصل الاجتماعي تبقى عرضه للجميع وان انا ابتز بسهوله جدا. كذلك ان انا برضو في مواقع التواصل الاجتماعي كتير جدا ان انا حاجه مهمه جدا في اي موبايل بيقول لك اربطي حساباتك برقم الموبايل اللي هي مصادقه ثنائيه. أيوة وحاجات أيوة كتير. فانا كان دي كذلك بتبقى سبيل من سبل برضو عشان الوقايه، عشان لو حد بعت لي لينك او حاجه ما يقدرش يخترق الاكونت بتاعي. واي حد يجي يفتح الاكونت انت بيجي لك رساله على الموبايل. فدي برضو سبيل من سبل الوقايه. طيب انا دلوقتي وقعت في مشكله الابتزاز الالكتروني، نعم، اعمل ايه؟ انا دلوقتي اول حاجه اعملها ان انا الجا طبعا لاكثر الناس ثقه انا بثق فيهم واقرب الناس ليا، هما طبعا الوالدين بلا منازع. حب الوالدين للابناء حب فطري، حتى وان كانوا بيخافوا عليهم، حتى لو بيقصوا عليهم شويه، حتى لو بيقصوا شويه هو من باب الخوف عليهم. علشان كده بنقول الترابط الاسري مهم جدا. ما ينفعش ان انا يبقى يومي كله انا ما بقعدش فيه مع اولادي ربع ساعه بعيد عنهم. لا طبعا ما ينفعش، لازم نهتم بجانب الترابط الاسري جدا، علشان ولادي لما يقعوا في مشكله او بنتي لما يحصل معاها اي حاجه هتيجي تقول يا ماما ده انا وقعت في 1 2 3. حتى لو هي غلطت هتعترف بغلطها علشان نحل المشكله، مش هتضطر انها تحل المشكله بمشكله اكبر وتقع في غلط اكبر وان هي تستجيب للمبتز ده.